بيكاسو كان كيقول خذت لي 4 سنين باش نرسم بحال رافائيل وحياتي كاملة باش نرسم بحال طفل. تصور فنان اللي درس الفن دراسة دقيقة ولا عنده واحد الاسم كبير كان الهدف ديالو الوحيد في الحياة هو يسترجع التلقائية في الرسم اللي كاينة عند الطفل. اليوم ما غاديش نهضروا على لوحة ديال بيكاسو ولكن لوحة ديال الشعيبية طلال. اشنو هو الغرض من الرسم؟ واش الرسم هو نسخة ديال صورة حقيقية ولا الرسم هو تعبير على الأحاسيس الداخلية؟ فاش تخترعت الفوتوغرافيا وبانوا المصورين الأولين الناس ما كانوش كيعتبروا المصور فنان. في نفس الوقت بزاف ديال الرسامة بان لهم أن التصوير غادي يقتل الفن لكن هيهات زوين هاد لكن هيهات. فاش الفن ما بقاش كيهتم غي بالمظهر الخارجي عاد غادي يختص في العالم الباطني. فاش كتسمع لوحة سميتها قريتي الشتوكة أول حاجة تقدر تجيك في البال هي أنها غادي تكون لوحة فيها المناظر الطبيعية والحقول الفلاحية هالهضاب التلال والجبال، لكن هذا الشيء كامل ما كاينش في الطابلو ديال الشعيبية. علاش؟ لأنها كتعطينا النظرة ديالها الشخصية انتيم على الشتوكة المكان اللي تزادت فيه. يعني من خلال هذه اللوحة كتقاسم معنا شعور إحساس عاطفة واحد الاكسبيريونس. أول حاجة كتشوف في عينينا في هذا الطابلو هو هذه الألوان القوية الحية وهذه الخطوط الكبيرة والعريضة، ألوان بعاد على الطبيعة وبعاد على الواقع ولكن قراب لشي حلم ولا شي ذكرى بعيدة باقة لاصقة في الدماغ ديالنا. هذه الطريقة ديال استعمال الألوان والخطوط نقدروا نلقاوها عند أونغي ماتيس واحد من رواد حركة الفوفيزم. بين قوسين الفوفيزم في الأصل هي معيورة ديال واحد الصحفي اللي قال في مقال أن هاد الفنانة كيرسموا بحال الوحوش ومعتها هما مسالي قبهم، قال عاتي شنو هاد الحركة غادي نسميوها الوحشية لفوفيزم. هاد المقارنة ديال الشعيبية مع الفوفيزم راها شخصية ويقدر بزاف ديال الناس ما يتفقوش معايا. بزاف ديال الناس صنفوا الفن ديال الشعيبية كفن سادج لاغ نايف، هذا الفن للرواد ديالو ما قارينش الفن في المدارس واللي كيخلينا نصحابو ان هاد الفنانة ماشي مسؤولين على الفن ديالهم، يعني دايرين داكشي بعفوية. كاينين البعض اللي كيستعملوا الفن السادج باش يقللوا من القيمة ديال الفنان خصوصا الا كان جاي من افريقيا وزيد عليها داك الوقت في العالم الذكوري الا كنتي فنانة. ارا نشوفوا الشخصيات ديال الطابلو ديال الشعيبية. 4 ديال الوجوه، الوجوه ديال القرية الفلاحية اللي كتلعب فيه المرأة دور محوري أساسي. 4 ديال النساء لابسين أزياء فيهم ألوان الحياة اللي كيعبروا بدورهم على الحيوية ديال هاد الأجساد. رمز ديال الشتوكة هي 4 ديال العيالات. أنا كنعتبر الشعيبية من وجوه البارزة ديال الفيمينيزم، أولا لأنها مرأة عاشت في ظروف اللي عاشوا فيها النساء ديال القرى ديك الوقت، وثانيا الحياة ديالها ما كانتش سهلة كامرأة وكفنانة. تزوجت على 13 عام ولات أرمرة على 15، يعني جمعات وطوات مع الحياة بكري. هاد الطابلو ويمكن أن هاد التجربة تعيشوها مع طابلوات أخرى هو تعبير على الحب ديال المرأة لنساء لهذه المجتمع على قدو. الشعيبية ما غاديش ترسم صورة حقيقية ولكن غادي تعبر على الأحاسيس ديالها بإخلاص. باش تختم هذا الفيديو، تعبير على الأحاسيس والمشاعر ديال الفنان في لوحة ولا في عمل فني كيبقى واحد الرؤية شخصية وانتيم ديالو، وتحنا المتلقين ديال هذا العمل الفني كنكون عندنا واحد الإحساس اللي هو انتيم وشخصي لينا. وهذا الشيء بيان سور ما تقدروا تحققوه غير لا ركزتوا مزيان في هاد الطابلو.